بعد يوم واحد من قمة بروكسل حول الهجرة التي أكدت تضارب مواقف دول أوروبا، وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني يحط الرحال بليبيا، وفي جعبته بعض المقترحات الرامية لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط نحو السواحل الإيطالية. في يوم 28 من الشهر الجاري وخلال المجلس الأوروبي، الحكومة الإيطالية ستدعم مقترح ضرورة حماية الحدود الخارجية الجنوبية الليبية، لأن إيطاليا وليبيا لا يمكنهما تحمل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية للهجرة. وحسب أرقام وزارة الداخلية الإيطالية، فقد استقبل البلد أكثر من 13,800 مهاجر غير شرعي قادمين من السواحل الليبية، معطى ساهم فيه ارتفاع أعداد مراكز تهريب المهاجرين النشطة فوق الأراضي الليبية. نحن كليبيين نتفق في كثير من الأشياء مع الأوروبيين فيما يخص الهجرة غير الشرعية، ولكن نرفض رفض تام وقطعي تواجد أي معسكرات داخل ليبيا للهجرة. هذا ممنوعا بالقانون الليبي. وتزامنت زيارة سالفيني إلى طرابلس مع إعلان الحكومة الليبية عن إنقاذ أكثر من 600 مهاجر قبالة ساحل بلدة غنيمة شرق العاصمة طرابلس، في حين ترفض الحكومة الإيطالية استقبال سفينة أخرى ما زالت عالقة في المياه الدولية وعلى متنها 239 مهاجراً.